نروح لخبر تاني. صناعة تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من أهم الصناعات إن لم تكن من أهمها على الإطلاق في المستقبل الاقتصادي الحديث. المستقبل الاقتصادي الحديث الجديد المتطور عبارة عن صناعة المعلومات. من الآخر كده المسألة كلها متعلقة بده، بالمخ. يعني فلان الفلاني ولا المجموعة العلانية اللي عملت الجيم اللي مش عارف إيه لعبة، عملوا ايه؟ عندهم علم، بيفكروا، فعملوا حاجة. الحاجة دي تدخل اظن تمنها دلوقتي وصل لحوالي 4 مليار دولار. ايه ده؟ كل ده ايه؟ مخ. عندنا وزارة مهمة جدا اسمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعاملة اكتر من حاجة رائعة جدا، ومنها منحة، يعني شوف انا بقول اهو قبل ما دكتور عمرو يقول، منحة كانت رائعة جدا ولا زالت موجودة للدراسة في أكتر من مجال، وتبدأ من سنة وصولا إلى 6 سنوات وتاخد شهادة معتمدة، وعم راعيين، وبالمناسبة من أول أظن أولى ثانوي لو أنت طالع، يعني مش لازم تكون دخلت الجامعة أو اتخرجت إطلاقا، وهتاخد شهادتك المعتمدة، والدراسة بتاعتها معمولة بطريقة بحيث أنها تراعي جدا فترة العام الدراسي، وتساعدك جدا في فترة الصيف أن أنت تستغل وقتك في أنك أنت تتعلم شيء مفيد. تلاقي أنه الوزارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتفتتح أعمال الدورة الرابعة لقمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة. يعني إيه الكلام ده يا عم يوسف؟ وهنا نعود مرة تانية إلى معالي الوزير دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا أهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك واشكرك على الاستضافه الكريمه وهذه المقدمه الرائعه. يعني اذا سمحت لي اعلق على أرجوك. ما تفضلت ده احنا اللي شكرا اولا اتفضل يا فندم. اذا سمحت لي يعني اعلق على يعني مبادره اشبال مصر الرقميه. أيوة. اللي يعني اطلقت الاسبوع الماضي، لانها الحقيقه في يعني في منتهى الاهميه. احنا فندم كنا من سنه أطلقنا مجموعة من المبادرات، كان من ضمنها مبادرة بنات مصر الرقمية. مبادرة بنات مصر الرقمية كانت بتستهدف المتفوقين من خريجي كليات يعني ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أيوه. النهاردة بنعمل مبادرة تعتبر استكمال لهذه المبادرة، سميناها أشبال مصر الرقمية. هنا بقى بنستهدف أبنائنا من أولى إعدادي. من أولى إعدادي يا فندم، من تانية ثانوي. فهمي المتواضع وصلني الأولى ثانوي بدل أولى إعدادي. بس أنا قريتها والله كويس، أنا عجبتني قوي قوي. يعني إحنا يا فندم بنستهدف الطلبة المتفوقين في ما يختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أولى إعدادي، عاملين برنامج تدريبي يصل إلى 5 سنوات. الأول مرحلة تأسيسية بنقوي الطلبة يعني نعمق فهمهم لمختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد كده بيبقى في سنتين ياخد 4 تخصصات بشكل متوازي عشان يحدد هو ميوله إيه وتفوقه أكتر في إيه وملكاته في إيه. التخصصات دي زي البرمجة، زي الذكاء الاصطناعي، زي علوم الروبوتات، زي الفنون الرقمية وغيرها، وأمن المعلومات. وأمن المعلومات طبعا. وبعدين آخر سنتين بقى يتخصص في حاجة من الأربعة. الهدف أن أنا الأول مرحلة تأسيسية أقويه ودعمه، وبعدين مرحلة أعرضه فيها لتخصصات كتير علشان يعرف ميوله ويعرف هو بيحب إيه ويعرف هو يعني نفسه يتخصص في إيه، وبعدين آخر سنتين يتخصص بقى في فرع من الفروع اللي هو يعني اثبت ميله له. طبعا البرنامج راعى انه دول طلبه في مرحله دراسيه، لابد انه الجرعه التدريبيه تتلائم مع يعني اعبائهم الدراسيه اللي بيقوموا بيها عشان يواصلوا دراستهم كطلبه متفوقين ملتزمين في مختلف مراحل التعليم المدرسي. التعليم يعني جزء منه كبير قوي اونلاين علشان يبقى سهل على ان انا استهدف طلبه من مختلف انحاء الجمهوريه.
وانتقي الطلبه المتفوقين، وبعد كده يبقى في مره او مرتين في الشهر يعني ندعوهم لمراكز التدريب علشان يبقى في تواصل ويبقى في تدريب، لان جزء من التدريب مش بس تقني على يعني برمجه وذكاء اصطناعي وامن سيبراني وغيره، ولكن ايضا في تدريب على الملكات الشخصيه زي العمل الجمعي، زي اداره الوقت، زي اداره المشروعات، فقه الاولويات الى اخره. فده يتطلب في كثير من الاحيان يعني لقاء مباشر مع طبعا. فده الحقيقه مجمل المبادره. يعني طبعا يعني من يهم هذا الامر موجود على موقع الوزاره يعني تفاصيل كثيره عنه بما فيها امكانيه الالتحاق فيه وكيفيه الالتحاق فيه، كلها بتتم اونلاين عشان نسهل على ابنائنا وبناتنا الطلبه المتفوقين. وفي حاله القبول هي بلا مصاريف من حبل كامل يا فندم. طيب انا لو انا فهمي مظبوط، عشان اطلع ان فهمي متواضع جدا، انه كمان الكل من الممكن ان يتقدم، سواء اذا كان من التعليم المصري التقليدي العادي، يطلع من التعليم باللغات، تعليم بريطاني، الماني، فرنساوي الى اخره، صح كده؟ صح كده بالضبط. طيب وهل بقى لو انا فهمت صح، انه مثلا لو فلان الفلاني في نظام التعليم الفرنسي او اللي هو الباك، ولا فلان الفلاني في نظام التعليم الالماني، لما هيجي الولد او البنت يتقبلوا مثلا اذا افترضنا وحظهم طلع جيد، هيتعلموا بقى باللغه اللي هم بياخدوها في المدرسه، ولا هيتعلموا بانهي لغه؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف يعني لغه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الغالبه هي اللغه الانجليزيه. فاحنا بنعلم الولاد طبعا، القاء المدرس اللي بيلقي المحاضره هيبقى بيتكلم باللغه العربيه عشان يسهل على الـ يعني الكل. الطلبه متابعته بسهوله، وهيستخدم مصطلحات باللغه الانجليزيه اللي هي اللغه السائده في صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم كله يعني. عظيم جدا. طيب كده هنتقل بقى لموضوعنا بتاع النهارده، مستقبل صناعه مراكز البيانات العملاقة. تمام. الحقيقة ده موضوع في منتهى الأهمية، ويعني بدأت دول كثيرة جدا تتبارى في مجال استضافة مراكز البيانات في بلدها، لأنه ده يعني يعتبر نوع من الاستثمار. احنا الحقيقة في مصر لدينا ميزة يعني في منتهى الأهمية، هي الموقع الجغرافي اللي ربنا حبى مصر بيه، وده زي ما بيتجلى في مثلا مرور السفن ونقل البضائع من خلال قناة السويس، يتجلى أيضا في نقل البيانات، لأنه البيانات بتنقل من الشرق إلى الغرب من خلال كوابل بحرية تأتي من الشرق ثم يعني تنتهي فيما نسميه محطات إنزال على ساحل البحر الأحمر، ثم تنقل من خلال شبكة داخل جمهورية مصر العربية إلى محطات إنزال أخرى على شاطئ البحر المتوسط. حلو. ثم كابلات دولية أخرى تنقلها من على شاطئ البحر المتوسط إلى أوروبا. حلو. الـ يعني كون مصر ممر للبيانات ده يعني زي ما قلت لأنه ربنا حباها بهذا الموقع الجغرافي الفريد المتميز. النهاردة أول حاجة عايزين نعملها إنه نتأكد من إننا قادرين على إن إحنا نستمر في تقديم هذه الخدمة الحيوية لكافة الدول ومراكز البيانات التي تتبادل البيانات بين الشرق والغرب من خلال هذه المنظومة. أكثر من 90% من البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تنقل من خلال البنية المعلوماتية المصرية، فكان لابد ان احنا ندعم هذه البنية ونقويها. كان لدينا 6 محطات انزال اللي هي زي ما قلت على البحرين الساحلين الأحمر والمتوسط، زيدت هذه المحطات الى 10 محطات في عام واحد. عظيم جدا. طيب هنا يا دكتور اسال، هل خليني اكمل حته اتفضل يا فندم، بعد اذنك اتفضل ارجوك اتفضل. المسارات ايضا اللي احنا عندنا بقى مسارات بتنقل البيانات ما بين محطات الانزال اللي على البحر الاحمر الى البحر المتوسط يعني ذهابا وايابا، المسارات دي زودناها 10 مسارات جديده،
عشان نضمن لو حصل لا قدر الله انقطاع او عطل في اي مسار لا تؤثر على الخدمه اللي احنا بنقدمها للدول الصديقه المجاوره لنا التي يعني تنقل بياناتها من خلال هذه البنيه. من ضمنها فنن طريق موازي لقناه السويس يسمى طريق المرشدين، ده يعني كل من هو متخصص في هذه الصناعه يعلم ان طريق المرشدين يسموه الممر الذهبي للبيانات على مستوى العالم لانه اكثر طريق طبعا ما بين البحرين. فكان انجاز حقيقه يعني انجاز كبير ان احنا نعمل هذا المسار ما بين البحرين من خلال طريق موازي لقناه السويس اللي هو طريق المرشدين. فتدعيم البنية المعلوماتية المصرية من خلال تقريبا مضاعفة محطات الإنزال ومضاعفة المسارات الأرضية اللي بتنقل البيانات كان في منتهى الأهمية لكي تحافظ مصر على يعني موقعها الاستراتيجي في نقل البيانات. الخطوة الجاية بقى فنم ان احنا بدل ما البيانات تمر فقط من خلال مصر، طبعا احنا بنتقاضى رسوم على هذا المرور، ايضا توطن البيانات في مصر، بمعنى ان نستضيف هذه البيانات في مصر ونتيحها للدول الصديقة المجاورة لنا. ده كان السؤال بصراحة لما فتح حضرتك، ده كان السؤال انه البيانات عندنا بتعدي لو صح التعبير وان كان ما هوش الدقيق هي معدية ترانزيت. فكنت هسأل وامتى هتبقى البيانات دي هنا، يبقى في عندنا السيرفرز العظيمة العملاقة اللي بنسمع عنها تبقى عندنا في مصر. انا عارف ان في دول اخرى في المنطقة بصرف النظر عندها مراكز ضخمة جدا، فكنت دايما كنت لسه هسأل عليه، هل هيبقى في عندنا مراكز زي كده في مصر ولا لا؟ حضرتك اجبتني فورا ان شاء الله باذن الله. بس احنا اللي كان الاول ان احنا ندعم البنيه التحتيه الخاصه بنقل البيانات لان هو ده قوتنا الاستراتيجيه وهو ده ما يعني نعتمد عليه في جذب مراكز البيانات الى مصر باذن الله. يا دكتور عمرو انا اشكرك جدا جدا جدا، مش بس على المكالمه ولكن على الجهد الرائع اللي معمول في الوزاره بصراحه حقيقي، يعني كل الشكر لدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.